هذه بعض اللقطات التي صرح بها البنتاغون الأمريكي، حيث تم تسريب فيديو واضح لبعض الفضائيين بعد هبوطهم على كوكب الأرض بعد عدة محاولات للتواصل معهم، لكن باتت الأمور بالفشل، حيث نرى أن لغتهم وشكل وطريقة حوارهم لم يتم فك شفرتها من طرف العلماء، لكن بفضل شخص واحد لم يكن في الحسبان، شخص يدعى الشاب بيلو، حيث بعد خروجه من السجن تمكن من طرح أغنية جديدة كانت همزة الوصل بين هذه الكائنات ومربعات الرأس في العالم. تمكن بيلو وأصدقائه من ترجمة مراد الفضائيين، تبين من طريقة رقصهم أنهم يريدون وضع بيضهم في الشواطئ الساحلية لكون الجو ملائم للعرق والرطوبة وزروقة الإبط.